السيد محافظ نينوى في احدى مقابلاته قال ان هناك 10% من المبالغ المشاريع تدفع عمولات للاحزاب الفاسده او المسيطره او المهيمنه. هذا يعطينا مؤشر ان هناك 350 مليار دينار عراقي تذهب الى الاحزاب المتسلطه على محافظه نينوى. بالتالي احنا امام مشكله مركبه حقيقه، هو خروج المدينه من حقبه داعش ومن حرب داعش. يعني المنطقه القديمه، يعني تقريبكم ذكر منطقتين ثلاثه، لكن انا اؤكد لك المنطقه القديمه باكملها هي عباره عن ركام منذ 6 سنوات. سيد العبيدي سؤال، 3500 مليار اللي مفروض كانت تنصرف خلال الاعوام، وزاره التخطيط، يعني اريد يعني تركز لي بهاي النقطه حتى افتهم من عندك ويفتهم المواطن. وزاره التخطيط قالت ان كلفه الدمار بلغت اكثر من 88 مليار دولار، انفاقها نسبه الانفاق ما تتجاوز 10 من المخصصات الماليه. الفلوس وين راحت؟ المليارات، احنا ما بدنا نتكلم عن مليون ومليون، 3500، والمقدره هي 88 مليار دينار. نعم، هو هنا المشكلة أختي الكريمة، المبالغ صرفت على مشاريع حقيقة أغلبها ثانوية، هنا وهناك طرق ريفية، مشاريع يعني ليست استراتيجية. وبالتالي إذا ما أي مراقب يجي ينظر إلى مدينة الموصل أو نينوى راح يشوف أكو تغير على مستوى البلدية والشوارع كما ذكرنا قبل قليل، لكن اذكري لي على مستوى مستشفى رئيسي ما أكو، على مستوى مشفى منشأة صحية ما أكو. ايضا الشيء بالشيء يذكر من يعني خلينا هسه من المبالغ 3500 مليار، هاي المرحله اللي هي من داعش الى اليوم، الموصل ونينوى فقدت اكثر من 50 الف دونم زراعي تم الاستيلاء عليه من قبل متنفذين وذهب ادراج الرياح، اضافه الى اراضي مميزه ذهبت المتنفذين واراضي تجاريه، وهناك ايضا تجاوز على الاراضي الخضراء اللي هي المحرم البناء عليها ومقتربات جسور. كلها هسه الان تروح تشوفين في منطقه الغابات القاعات، قاعات الاعراس كلها تذهب يعني للمتنفذين والمتسلطين، تذهب لاصحاب المنافذ والسياده والمسؤولين. اتحدى مواطن بسيط ممكن ياخذ مشروع بسيط حتى يمشي امره ويعيش. خسرنا خساره فادحه بالاموال بالاراضي بهذه الـ 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 المناطق المميزه. بالتالي هذه